سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود حثيثة لتعظيم خدمات مياه صالحة. مؤسسة المواشي والقلال تقوم بحصاد المزارع المطرية. إشادة بحماية القطاع النباتي وحفظ المياه والتربة في دقيم. أكثر من 120 قتيلا في فيضانات بعاصمة الكونغو الديمقراطية. اشتباكات عنيفة في العاصمة البرازيلية بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق. باحثون يحققون اختراقا علميا كبيرا في الاندماج النووي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مكتب إدارة الثروة المائية في وزارة الأراضي والمياه والبيئة تواصل الجهود لضمان توفير المياه الصالحة للمواطن. وأوضح مسؤول المكتب السيد تيدروس سفاغابر القيام بإجراء 300 إلى 400 تحاليل مياه مخبرية سنويا لمياه الشرب والزراعة والمرافق، وذكر بذل الجهود لضمان نظافة مصادر المياه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 93% من استهلاك المياه في البلاد يذهب للزراعة و6% للاستهلاك المنزلي و1% للصناعة والتجارة. وقال أن ثلثي سكان الريف لديهم خدمات المياه عبر المشاريع الأهلية، وإقامة لجان إدارة المياه والنظافة في 2540 قرية منذ عام 2004. من جانبه أوضح مسؤول إدارة المياه سيد إفريم تفري دفن مصادر المياه التي يتم التأكد من عدم جودة مياهها بالتحاليل المخبرية. تقوم مؤسسة المواشي والغلال بحصاد المزارع المطرية في المنطقة الجنوبية الغربية في إقليم القاشبركة بالنفير الشعبي. وأوضح مسؤول المؤسسة في المنطقة الجنوبية الغربية في إقليم السيد حيلزقي هابتي زراعة مساحة 6450 هكتار في مناطق كرسات وكتاي وتسني وفانكو وعد عمر وعلي قدر هذه السنة، منها 6000 هكتار بالذرة و250 هكتار بالسمسم و200 هكتار بالدخن. ويتوقع حصاد محصول جيد لغزارة الأمطار وقلة ظاهرة الآفات الزراعية. وقال أن أكثر من 3400 شخص من السكان وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء القيادة الشمالية الغربية لحرس الحدود وأعضاء الجيش الشعبي من إقليمي القاشبركة وعنسبة يشاركون في نفير الحصاد. وأشار إلى تجهيز دقاقات الذرة التي ستبدأ عملها في الأيام القليلة القادمة. وأوضح مدير مشروع كتايا الزراعي السيد حبن تسفى يوهنس نمو مزارع الذرة والسمسم جيدا لغزارة الأمطار والاستعدادات المسبقة. وأشاد المشاركة الواسعة في نفير الحصاد الذي أنجز 50% من العمل، وذكر المشاركون في النفير بأن العمل جار بتنسيق جيد لإنجاز المهمة الممنوحة لهم. دعت شرطة الإقليم الجنوبي لتعزيز دور المجتمع عامة والشباب خاصة لمكافحة الجريمة والمخالفات. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة الإقليم المقدم هبتس إنساهية في مقابلة مع وكالة إرنا، أوضح تسجيل 943 جريمة و3999 مخالفة هذه السنة، وشملت الجرائم لقتل ومحاولة القتل والتسبب في الإعاقة وقطع الطريق وتدمير ممتلكات وإشعال الحرائق. وذكر ارتفاع الجريمة بنسبة 2% والمخالفات بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وأن 88% من مرتكبي الجرائم والمخالفات تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 45 عاما.
وأشار إلى ضعف متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، ويجب على الآباء توجيه أبنائهم ومراقبة أفعالهم. وذكر بأن الشرطة تقوم بأنشطة توعية في المدارس للحد من جرائم القُصّر وإلقاء أولياء الأمور. وقال المقدم بتصحيح أن المساهمة القوية للشعب بخصوص كشف مرتكبي الجرائم تدنت في هذه الآونة، داعيا المساهمة الفعالة لإحلال الأمن والسلم. أشاد مسؤول حماية الغابات والحياة البرية في مديرية دقة المهندس إدريس الدالة بمبادرات حماية الغطاء النباتي، وأشار إلى مبادرة أسرة مهتمة في عد إبراهيم كمثال، وقال إن المنطقة كانت جرداء في السابق ومعرضة لإنجراف التربة، وقامت الأسرة بتنمية الأشجار في مساحة 30 هكتار. وأشار إلى أن التفاهم مع الإدارة لجعل المنطقة أرض محمية والعمل بالتوعية لحزو الآخرين لهذه المبادرة وتعزيز الدور الشعبي لحماية الغابات والحياة البرية وتشجيع المشجرين النموذجيين. وذكر المواطن فرجي إبراهيم الذي يقوم بمبادرة حماية الأشجار أنه يقوم مع أبنائه منذ عام 2015 بأعمال حماية التربة والأشجار وحفظ المياه، ودعا إدارة الضاحية لاتخاذ خطوات رادعة لبعض الرعاة والمزارعين الذين يقطعون الأشجار في المنطقة التي نماها. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار بلغت أكثر من 120 وفاة في العاصمة كينشاسا، كما أعلنت حالة الحداد الوطني. وعدد القتلى مرشح للزيادة، حيث أحصت وزارة الداخلية 120 حالة وفاة، بينما قال وزير الصحة جان جاك إن الوزارة أحصت 141 قتيلا، لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى. وأفادت السلطات بأن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في كينشاسا، ولا سيما في الوديان حيث طمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة. وإثر اجتماع أزمة، أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني لثلاثة أيام وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة. وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. يشار إلى أن العديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، في حين لا تعمل شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة بشكل جيد. اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة برازيليا بين الشرطة وأنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسانارو، الذي حاولوا اقتحام مقر الشرطة الاتحادية. وأطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ونشرت في التلفزة المحلية كما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور لأنصار بولسانارو وهم يواجهون عناصر الشرطة، وذلك ضمن إطار أعمال العنف التي أعقب هزيمة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في 30 من شهر أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن احتراق علمي كبير حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي، وهي تكنولوجيا ينظر إليها على أنها مصدر ثوري بديل للطاقة. ويعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي الذي يصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف وآمن للطاقة، يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يتسبب بأزمة المناخ العالمية.
ويجري تطوير مشاريع أخرى للاندماج النووي في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المشروع الدولي الكبير المعروف باسم المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي إيتر، وهو قيد الإنشاء حاليا في فرنسا. الخبر الأخير، تعتزم بعثة دولية قمر صناعي في المدار تنفذها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا للانطلاق من جنوب كاليفورنيا في مهمة علمية كبرى لإجراء مسح شامل للمحيطات والبحيرات والأنهار على مستوى العالم لأول مرة. وصمم القمر الصناعي الراداري الذي يرصد تضاريس المياه السطحية والمحيطات ليقدم للعلماء رؤية لا سابقة لها للمياه التي تغطي 70% من مساحة كوكب الأرض، ورؤية جديدة عن آليات تغيير المناخ وتبعاته. ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 الذي تملكه وتشغله شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سبيس إكس من قاعدة قوة الفضاء الأمريكية فاندنبرغ على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس لتحمل القمر الصناعي إلى المدار. ويستخدم القمر الصناعي الذي جرى تطويره على مدار ما يقرب من 20 عاما تكنولوجيا يقول العلماء إنها قادرة على جمع قياسات لطول وسع المحيطات والبحيرات ومخزونات المياه والأنهار بتفاصيل عالية الدقة تغطي 90% من العالم. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جهود حثيثة لتقديم خدمات مياه صالحة. مؤسسة المواشي والقلال تقوم بحصاد المزارع المطرية. إشادة بحماية الغطاء النباتي وحفظ المياه والتربة في دقي. أكثر من 120 قتيلا في فيضانات بعاصمة الكونغو الديمقراطية. اشتباكات عنيفة في العاصمة البرازيلية بين الشرطة وأنصار الرئيس السابق. باحثون يحققون اختراقا علميا كبيرا في الاندماج النووي. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة.